زي ما شفنا في التقرير نجمتنا بأربع وجوه في رمضان السنة دي، كانت بتنافس نفسها في رمضان اللي فات بأدوار مهمة في حق عرب والمعلم ومحارب ونعم الأفوكاتو، بالإضافة لظهور خاص قضيفة شرف في كوبرا. وكالعادة هي في كل دور كل مشهد ليها بصمتها وتفردها وليها يعني الحالة الخاصة بيها، وخاصة في مشاهدها مع أحمد العوضي اللي كانت مؤثرة جدا، وعرفنا أن الدور ده قريب من قلبها جدا واتكرمت عنه من وزيرة التضامن. هي تاريخ كبير من الأدوار المهمة سواء على خشبة المسرح أو شاشة التلفزيون والسينما، والنهاردة بكل السعادة والحب منورانا ست الستات، يعني كل سعادة في وجودك سلوى عثمان. حبيبتي ربنا يخليكي، اهلا وسهلا بيك يا نجمتنا يا حلوه. أهلا والله بيك. يعني احنا بنبقى سعداء وانت موجوده معانا، وبنحس كده بان احنا اتزادنا قيمه يا روح قلبي. ده انتوا قيمتكم عندي كبيره جدا والله. استاذ سلوى، يمكن زي ما سوري قالت، انت عملتي او ادوارك اللي بتعملي فيها دور الام مميزه جدا، وكل واحد حقيقي بتعمليه من منظور مختلف عن كده، فبالتالي ما بحسش انك بتكرري نفسك. بس الغريبه واللي استوقفني ان انت دايما قلتي او ان انت صرحتي ان في حق عرب دور الام هو الاقرب الى قلبك في الادوار اللي انت عملتيها واخدتي عليه جايزه. ليه؟ بصي، هو دور ماجدة يعني ام فيها انا تركة انسانيه يعني هو اي ام يعني او ثلاث ارباع الامهات بتبقى السكه انسانيه فيها اكيد، بس حق عرب انا حاسه ان هي كانت هي ام بسيطه، ما هياش متعلمه مثلا ولا وست شعبيه، ومع ذلك هي يعني عندها فكر بالرغم من بساطتها دي، لكن عرفت تربي يعني تطلع رجالة وتربي، وحتى لما ابنها حصل له مشكلة والناس حاولت تعمل له تخليه يشرب مخدرات أو كده أو ياخد مخدرات، يعني عرفت تقف جنبه بشخصيتها، مفيش تهاون كان معاه خالص في الموضوع ده، ولا حتى مثلا صعب عليها طب يا حبيبي ماشي طب النهاردة، يعني خدت قرار إن هي هتقف جنبه وهتمنعه من أي حاجة ممكن تأذيه. فست ليها شخصية كمان، يعني مش مجرد إنها أم طيبة بتطبطب، أم طيبة وبتطبطب طب يعني بتطبطب وقت اللزوم وبتبقى شديده وقت اللزوم، ويعني ام يعني ام فيها كل حاجه ممكن تتخيليها وتحبيها في اي ام، فيها ابعاد مختلفه. وضربتي احمد العوض بالقلم. القصه دي عملت ازاي؟ يعني جت ازاي؟ اتفقتوا عليها ازاي؟ اتعملت من اول مره ولا اتعادت؟ يعني لا، بصي، هو احمد العوضي اساسا كان هو مصرح ان هو ضد الضرب، ما بيحبش موضوع الضرب وبتاع، وبعدين في البروفة انا يعني ايه اديته، يعني عملنا بروفة على الهادي كده شوية، طبعا ما اديتوش اي فكرة هو هيضرب ازاي بعد كده، فطبعا بس هو طبعا فنان يعني وعايز الشغل يبقى صح، لانه فعلا الم يعني اي الم بتضربيه لاي سبب من الاسباب في الشغل يا اما يبقى الم حقيقي يا اما ملوش لازمه ما نعملهوش. فانا طبعا يعني هو قال الجمله من هنا وانا على طول رحت مديه القلم، بدليل ان هو اياميها كان في الحلقه الاولى، وساعتها الناس كلها قعدت تتكلم على القلم اللي اتضرب ده في اول يوم.